دكتور عماد، حديثنا غادي يكون على موضوع اللي سبق لنا تكلمنا عليه ولكن كنرجعوا له بالضروره لانه فيه الجديد، لانه موضوع اللي فيه ايضا طلب كثير من مستمعاتنا، هو الوصفات اللي كتساهم في زياده في الوزن، وصفات لفتح الشهيه، وصفات لمحاربه النحافه، وبعض المرات النحافه المفرطه عند الكثير من السيدات اللي ما قادرينش يغيروا من الشكل ديالهم، وراغبين يغيروا من الشكل ديالهم لانهم باغيين يعني يحسوا بنفسهم مرتاحين اكثر في المظهر ديالهم، في الجسم ديالهم، وذلك من خلال زياده في الوزن. فاحنا كنعرفوا على انه كنا سبق لنا وحصلنا ايضا على شهادات مؤثره ديال السيدات اللي كيتعطاو الكثير من الوصفات اللي كتستعمل فيها للاسف مواد مهربه اللي كتدخل عبر الحدود، واللي كنا كاع حصلنا على شهادات اللي ادت للوفيات، ولكن ربما ما كيتكلمش عليها الراي العام بالشكل الكافي باش نوعوا بالخطوره ديالها. اليوم حنا غادي نرجعوا لهذا الموضوع باش نشوفوا شنو هي الوصفات الاخرى اليوم اللي انتشرت وخص السيدات ما يستعملوهاش، وفي المقابل شنو هي ايضا الوصفات الجديده ديالك دكتور عماد اللي غتعطي للسيدات نتيجه وفعاليه باش يزيدوا في الوزن. شنو هي اليوم الوصفات اللي عاوتاني اكتشفتي او لقيتي انه عليها اقبال ورواج دكتور عماد، وخاص ضروري نتكلموا عليها وعلى مخاطرها؟ نعم، ومن الوصفات، وصفات شائعه، وصفات اللي خطيره بزاف، هاد الوصفات اللي كيمشيو كيطلبوها من الصيدليه، ولكن الصيدلي ما كيعرفش، لان الصيدلي كيطلبوا ليه مضاد الالتهاب اللي هي ماده الاندوميتاتسين. هذه الماده هذه اللي مع الاسف دابا ما بقاش غير في الصيدليه، ولات كتباع في المعشابات. واحد، وهذا الشيء كنهضر على شهاده شخصيه، انني هبطت وشفت عده معشابات ولقيت فيهم هذه الماده هذه، هذه الاندوميتاتسين، وكتباع على اساس راه هي قويلبات اللي كتزيد في الارداف وكتزيد في بعض المناطق، وكتعطى ان على اساس مواد طبيعيه، فهذه مواد خطيره. اذا هذه الاندوميتاتسين هذه، هذه الماده هذه اللي كتعطى في الصيدليات وكنعطيوها حنا كصيادله، كتكون كمضاده للالتهاب، وما كنفوتوش فيها شهر، ولكن شهر حتى كتكون قمه الالتهاب او كيكون واحد الحريق طالع بزاف. اما الا ما كان لا حريق لا والو ما كنعطيوهاش. ومع الاسف شنو كيوقع؟ ان كنلقاو شابات ما بين 16 عام حتى ال 25 عام حتى ال 27 عام حتى ال 30 عام، يعني الاوج فين البويضات ديالهم كيبداو كيتكونوا. نعم. وكذلك الجهاز الهرموني ديالهم يلاه كيتكون، وكذلك انهم كيهيئوا راسهم وانهم كيكونوا مقبلين على الزواج. فمن كيبداو ياخذوا هذه العشوائيه، هذه الماده ديال الاندوميتاتسين، وكياخذوها بواحد الطريقه كثيره، كيقدروا يوصلوا حتى لثلاثه او اربعه ديال 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 الخطرات كيستعملوا القيمه فايته. اذا من 50 ملي غرام ل 100 كتلقاهم كيديروا 300 ملي غرام، 350 فاش في المره الواحده. اذا هنا الا ضربنا 300 وضربناها في 3 راه 900 ملي غرام، هذيك راه هذاك هو، هذيك هي الموت بعينها، وهذاك هو الخطر بعينها. اذا هذه الماده هذه شنو كدير؟ كتقلل لهم البويضات، كتعطيهم مشاكل في الهرمونات، ومن بعد كتبقى الصحه ديالهم كتدهور وما كيعرفوش مناش. هذه من جهه. فردوا البال، حنا شنو قلنا؟ قلنا كنقاطعوا ناخذوا الادويه من المعشابات، هذا اول حاجه هضرنا عليها. ثانيا، دابا ما بقيناش دابا كنهضروا غير على الادويه ديال بنادم، دابا راه ولينا كنمشيو حتى للادويه البيطريه، مشينا حتى للادويه ديال الحيوانات، حتى شي ناس الله يسامح ليهم اش ولاو كيبيعوا ليهم الدواء باش كيسمنوا العجوله، الدواء اللي كيتستعمل للدجاج، الدواء اللي كيتستعمل للبيبي، فتا هو ولاو كيدخلوا يعني الادويه البيطريه لي برودوي فيتيرينير. وكذلك شنو عاوتاني نزيدكم مساله اخرى، انهم ولاو كيستعملوا واحد الشوكه اللي كتضرب للخيل، وهاد الشوكه هذه اللي فيها مقويات، واش كتعرفوا الخيل شرا كتشوفوا تبارك الله العاود شحال فيه من كيلو، وشحال فيه ديال الطول، وشحال القامه ديالو، وهاد الادويه اللي مخصصه للحيوانات لا علاقه لها بالانسان، وكينوضوا كيضربوا هذوك الشوكات بلا حشمه بلا حياه، كيبيعوا على هاد الناس هادو وكيخرجوا عليهم. فهذيك الشوكه اش كدير؟ كتهشش العظام، وكتقدر تمشي للعظم وما يبقاش تفتتو، والانسان اش كيبقى؟ كيولي في هشاشه العظام، هو باغي يزيد يقاد فورمته واحد شويه، كيصدق خارج عليها نهائيا، وكيصدق حياته كامله في السبيطارات، ولا قدر الله كتادي الوفيات. فالله يجازيكم بخير، ردوا البال، انقطعوا الادويه من غير عند الصيدلي،
هذه أول حاجة، أن الدواء كيتخاد عند الفرماسيان. ثاني حاجة، أي حاجة عشوائية ما نديروهاش. وخطيونا من 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 لقينا لقيت قريتها في الانترنت، حيت ولي عندكم الانترنت هو ذاك الكتاب المقدس، ذاك الانترنت الشبكه العنكبوتيه لقيتها في الانترنت صافي. لا راه ماشي صافي، الانترنت اي واحد كيكتب اللي بغى، والانترنت راه ماشي كلشي عنده النيه انه يكون عنده حسن النيه. كاين اللي باغي غير يلعب، كاين اللي غير طالقها، كاين غير اللي باغي يلوح غير هكاك الوصفات باش يدير الشهره، ولكن غتخرجوا على صحتكم. فالاستشاره ضروري تكون مع انسان مختص وتردوا البال هذه الامور. وهذه الكلمه كما كنقولها لكم اخواتي، كنقولها حتى للمختصين وحتى الناس اللي كيسمعونا، يتقوا الله في هاد الناس. بحال نفتحوا واحد القوس صغير، ان بحال انا جاي انا في السياره ديالي وكنسمع واحد السيده مختصه كتقول لهم راه حنا كنجبدوا الزيت ديال النمل كنجبدوا لهم من المراره ديالهم. واش ماشي النصب هذا؟ كيفاش هادنا ناخذوا هاد النمله ونجبدوا لها الزيت ديال النمل من المراره ديالها؟ الزيت ديال النمل، باش انا سمحوا لي غنفتح هاد القوس ونسدو غير باش الافاده تعم، ما كاينش زيت النمل. الزيت كيتجبد من البيض ديال النمل وكيتخدم في ايران، والثمن ديالو طالع بزاف. يعني هاد خينا اللي غادي يجيبو لهنا للمغرب وغادي يروجو راه غادي يكون باهظ وما غاديش يقدر يجيبو. فالنمل كيتخاد الزيت ديال بيض النمل، اما زيت النمل راه لا وجود له باش نحيدوا الشعر. وهذا الشيء غادي نرجعوا ليه ان شاء الله ديال ازاله الشعر، ومازال غنهضر معكم على هذه الزيت هذه. إيمان فحديته مغزل مع سناء الزعيم رفقة الدكتور عماد صاحب الوصفات الناجحة والمضمونة. أسئلتكم طبعا غادي نجاوبوا عليها، أسئلة كثيرة اللي عندها علاقة بموضوع زيادة في الوزن. دكتور عماد أسئلة كثيرة جدا. لطيفة بوهنان كتسولنا، عندها بنية عمرها 6 سنين كتعاني من ضعف الوزن 14 كيلو، وعندها مشكل ديال الديدان. عفاك إلا كان ممكن شي وصفة لزيادة في الوزن والتخلص من هذا المشكل ديال الديدان، مع العلم أنها جربت الدواء مرات متعددة وشكرا، ولكن مازال كيرجع هذا المشكل. باش نهضروا بشكل عام ونشوف شوفوا شنو هو الحل. كل السيدات اللي بحال الاخت لطيفه عندهم هذا المشكل ديال الديدان، هذا ما كيخليش نهائيا الوليدات كيف كنقولوا يشدوا الوزن ويديروا لاباس في صحتهم. دكتور عماد، نعم، وخاصه غير هو خصنا نحيدوا واحد المساله مغلوطه، ان الدويدات حتى نشوفوهم، حيت الا ما كناش كنشوفوهم فبزاف ديال الامهات اللي كيقترحوا عليهم اللي كيقول لهم ديرها الوليد باقي عندي ضعيف وكياكل وما كيبانش فيه راه فيه الدويدات، ولكن الدويدات حنا ما كنحددوش، الطبيب هو اللي كيحدد واش فيه الدويدات ولا ما فيهش. يعني ضروري هذا الشيء بالفحص الطبي ديال الطبيب او الطبيبه المختصه في طب الاطفال. اكيد، لان كتبان، لان طفيليات اللي كتبان راه كاين بلاصه اللي كتبان. شرف الله وقدركم، حنا الحمد لله كنفسروا كل شيء. ففي المخرج ديال الوليدات الصغار كتكون هاد الدويدات هذه او الثانيه كيكونوا يعني كيبان شنو كاين، والطبيب كيزيد ياكد. هذه من جهه، من جهه اخرى الا كانوا الدويدات فهي فعلا انها كتنقص واحد شويه من الوزن، ولكن ماشي عند الوليدات كاملين. ثانيا انا نعاود نقول لكم هذه المساله، وهذه المساله انا شفتها انا حتى في الصيدليه عندي، ان كيجيو الناس كيقول لك انا كناخذ السيروات ديال الحناش ديال الحنيشات وما كاين والو ما كتعطيش نتيجه. فنعاود لكم عاوتاني الطريقه السليمه كيفاش نستعملوا هذا الدواء هذا ديال الحنيشات. يلا ركزوا معايا، لا بالنسبه للكبار ولا بالنسبه للصغار. اذا كناخذوا ذاك المقياس او ذاك المقدار اللي عطانا الطبيب ولا اللي عطانا الصيدلي، غير كنحلوا عينينا في الصباح كنشربوه على الريق، وساعه ونص ما كنحطوش شي حاجه في فمنا، لا ما لا حلوه لا ماكله لا حتى حاجه. ساعه ونص عادي يمكننا مورا ديك الساعه ونص ناكلو. علاش؟ لان ملي كنشربوا ذاك الدواء كنخليو هذوك الدويدات كيجوعوا، كيبقاو كيجوعوا 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 كيجوعوا، في الاخر ما كيلقاو ما كيديروا، خصهم ياكلوا كياكلوا داك الدواء كيطيحوا كيتهناوا منه. اما انتم اش كديروا؟ كتسمنوهم، كتعطيهم الدواء وكتزيدوا عليه الماكله، وهو كيختار الماكله كيمشي ياكل الماكله وما كياكلش الدواء، لانه هذوك مخلوقات وحتى هما كيعرفوا شنو كيديروا. اذا هذه هي المساله وهذه هي الطريقه السليمه كيفاش كنشربوا الدواء ديال الحنيشات. الوليدات بغينا اللي بغينا يزيدوا في الوزن ما نبقاوش نعطيهم غير في الادويه ديال فتح الشهيه، خصنا تنستشرو، راح الطبيب براسو الا مشيتو عنده راه ما كيفوت لهم شهرين في الاستعمال ديالو. اذا هذه من جهه. من جهه اخرى ما تمشيوش تعطيهم غير السيروات عشوائيا، لان الا عطيتو عشوائيا وفتو واحد المده راه تقدروا تاثروا لهم على الذكاء ديالهم وتاثروا لهم على العقل ديالهم. والوليدات اللي بغينا يزيدوا في الوزن اذا كنبداو كنتعاملوا بالمواد الطبيعيه من 6 سنين الفوق.
وانا من الاحسن انا هذه المساله كنتفاداها. الا بغينا نهضروا على الزياده في الوزن فغادي نهضروا من 14 العام الفوق، لان من 14 العام لتحت كاينين تحولات والوليدات كيتحولوا والجسم ديالهم يلاه كيتكون. فوقاش كنوليو كنهضروا على زياده الوزن، هو الطبيب منين كيمشي كيعبروا وكيشوفوا كيقول لك اودي هذا الوليد هذا راه ما كيكبرش مزيان ولا عنده نقص في الوزن ديالو ماشي طبيعي. اما الوليد الا كيتحرك مزيان وكياكل مزيان وكينعس مزيان وكيقرا مزيان فاعطوه باتساع نهار يوصل 14 العام، ديك الساعه ان شاء الله نقدروا نساعدوه بالوصفات، منهم هذه الوصفه اللي غادي نعطي ان شاء الله اليوم. دائما فيما يخص موضوع زيادة في الوزن عندنا حسنة كتسولك على الحلبة الزيادة في الوزن واش مزيانة، كتقول لنا أنه خداتها المدة ديال 4 شهور وكيفاش كتاخدها على الريق، معلقة على الريق مع كاس ديال الماء كل صباح ولكن ما عطاتهاش نتيجة. الحلبة اللي عليها أسئلة كثيرة، احنا غنشوفوا أيضا كيفاش السيدات كيستعملوا زيت الحلبة وكيسولوك على المفعول ديالها. فيما يخص الحلبة دكتور عماد، اللي عليها أسئلة كثيرة، واش الحلبة صحية؟ واش الحلبة كتشجع السيدات يستعملوها؟ واش فعلا كتفتح الشهية وكتزيد في الوزن؟ كاين أيضا السيرويات الفاتحين للشهية اللي هما مصوبين من الحلبة واللي كيتباعوا في الصيدليات واللي كيسولون عليهم السيدات أيضا، واش يعطيوهم الاطفال واش من سن؟ نعم، فشكرا اختي سناء بعد هذا السؤال هذا، لان باش نفرقوا ما بين السيروات اللي فيهم الحلبه ونفرقوا ما بين الحلبه. الحلبه هي واحد القفه عامره بالخضره كامله، نتصوروها بحال هكا، ولكن راه غير ديك المطيشه اللي فيها هي اللي كتصلح لنا باش تفتح لنا الشهيه. ولكن ملي كنجيو ناخذوا هذيك الحلبه كلها بحال هكا وبحال هذه الاخت هذه، بعدا كنقول الحمد لله انك صيفطتي لنا بعدا تسولينا وراكي ضربتي فيها واحد 4 شهور، وحمد الله ان ما وقع لك والو، لان الحلبه كتجري الدم بواحد الطريقه سريعه، لان الحلبه بالنسبه للاخوات اللي عندهم الضغط منخفض راه غادي تهبط لكم الطونسيون، غتبقاو ديما حاسين براسكم راكم غاديين في شي غار ولا في شي بير وما عارفينش المشكل شنو هو، هو راه ان الحلبه اللي شربتوها. كذلك كاين بعض الناس اللي كيبغيو يتطببوا ويديروا راسهم كيعرفوا كل شيء وكينصحوا الناس انهم يشربوا الحلبه باش يهبطوا السكر، مساله غلطه، لان السكر الا هبط بواحد الطريقه سريعه كيقدر يدخل مولاه في الكوما، والناس اللي فيهم داء السكري كيفهموا هذا الشيء. زائد ان الحلبه انا ما كنصحش بها نهائيا نستعملوها كفاتح للشهيه وما نكثروش منها. الحلبه نستعملوها واحد المره او جوج المرات في 15 يوم ولا في 10 ايام، نقولوا حنايا مثلا 5 المرات في الشهر، وحنا نحاولوا كاع نتجنبوها ما نستعملوهاش، لان الحلبه اللي كنهضروا عليها حنا كصيادله اللي كنهضروا عليها كاختصاصيين في الاعشاب اللي كنخدموا بهاد المواد الطبيعيه، حنا كنهضروا على نبته الحلبه، النبته اللي خضراء، فهذوك الحبوب او ديك الزريعه ديال الحلبه راه هي مجهده بزاف ومركزه بزاف. اذا والدوايات او السيروات اللي فيهم الحلبه كناخذوا الماده داك الزيت الاساسي اللي كنقصوا ليه من الحده ديالو، يعني ما كيبقاش مركز بزاف، وكيتستعمل مع السيروات اضافه للفيتامينات اضافه للمواد الاخرى اللي كتهرس ليه داك الجهد ديالو. وحتى الاستعمال قلنا راه ملي كيمشي عند الطبيب كيقول ليه ما تفوتليش 3 شهور في الاستعمال ديال هذا الدواء هذا، فهاد المساله ردوا ليها البال ونتجنبوا الحلبه نهائيا، ناخذوا مواد اللي غتفيدنا ماشي مواد اللي غادي تزيدنا مثلا في الوزن ولا تفتح الشهيه وتضر لينا مناطق اخرى. بالنسبه للحلبه اللي كتدهن في بعض المناطق من الجسم اللي تسمين هاد المناطق، مثلا لمياء نصير كتسولنا على صفحه ديال الفيسبوك رسمي الاسيا سناء زعيم اصوات، قالت لك زيت الحلبه مع زيت الصوجا استعملتها لمده شهرين لتسمين الصدر ولكن بدون نتيجه، واش مزيانه هاد الوصفه او لا؟ فبعدا كنقول لها بعدا شهرين، انا كنقول لها الا زدتي واحد الشهرين اخرى هذيك المنطقه كلها اللي دهنتي فيها الحلبه غتولي كحله. علاش؟ لانها كتحيد لك ديك الجلده اللي كتعطينا الوقايه، واللي خايب في هذا الشيء انها كتاثر على الميلانين، يعني ذاك الماده اللي كتلون لنا البشره، فنتفاداو الحلبه نستعملوها على البشره ديالنا. وهذا الشيء ماشي كنقولوا غير هكاك، هذا الشيء راه نتائج وتجارب وناس اللي شفتهم انا وقع لهم مشاكل بهذا الزيت ديال الحلبه، وكاينين الناس نصحتهم انهم ما يديروهاش وفي الاخر كيرجعوا على الهضره ديالي. حنا هذا البلد الحبيب عندنا الشمس، حنا هذا البلد الحبيب عندنا امور اللي كتقدر تعطينا الحساسيه ديال البشره، و70% ديال المغربيات عندهم البشره حساسه، 70% ديال المغربيات عندهم البشره حساسه. اذا الا كانت البشره حساسه راه خصكم تردوا البال معها، راه اي حاجه بسيطه درتوها ماشي هي هذيك راه غادي تخلصوا ثمنها من بعد. اذا تجنبوا الزيت ديال الحلبه للذات ديالكم نهائيا،
الا عن طريق تدخل في بعض الوصفات، ولكن ماشي وصفات للزياده في بعض المناطق. الله يجازيكم بخير. نعم، بالنسبه للوصفه للزياده في الوزن، نعم، اذا غنعطيو الوصفه الاولى للاكل والوصفه الثانيه للدهن. اذا الوصفه ديال الاكل غناخذوا الترمس، راه ولا متوفر تبارك الله دابا في المعشابات. اذا الترمس معلقه كبيره ديالو مطحون، القرقع جوج معالق كبار مطحونين، الزنجلان ثلاثه ديال المعالق كبار عاديين، قليوه ولا خليوه هكاك ما عندناش المشكل، والعسل الحر كاس صغير. غتخلطوا هذا الخليط هذا كامل، وغادي تاخذوا معلقه صغيره في الصباح، نص ساعه بعد الغداء، ونص ساعه عفوا غتاخذوا معلقه صغيره نص ساعه بعد الفطور، ونص ساعه بعد الغداء، ونص ساعه بعد العشاء، وتبقاو مداومين عليها على الاقل واحد المده ديال 6 شهور، وان شاء الله في الشهرين الاولى 3 شهور الاولى كتبان لكم النتيجه. وبالنسبه للدهين، اذا كناكلوا هذه الوصفه وكنساعدوا بالوصفه ديال الدهين. الوصفه ديال الدهين غناخذوا مواد اللي كتسرع الدوره الدمويه بطريقه طبيعيه، مواد اللي كتعطينا المرونه ديال البشره، ومواد اللي كتخلي الخلايا الدهنيه اللي كانوا مجمعين في شي بلاصه كيتفرقوا وكيولي عندنا ذاك الشكل اللي بغينا. اذا كناخذوا زيت الزعتر، اذا الزيت الطبيعي ديال الزعتر، الزيت الطبيعي ديال الخزامه، الزيت الطبيعي ديال اليزير، وزيت الصوجا. اذا نعاود، زيت الطبيعي ديال الزعتر، زيت طبيعي ديال الخزامه، زيت طبيعي ديال اليزير، وزيت الصوجا. قرعه من كل زيت كنخلطوها مزيان حتى كتخلط، وهذاك الخليط كنوليو كنديروا به مساج من الليل لليل في البلاصه كاع اللي بغينا نزيدوا في الوزن. وهاد الوصفه كذلك يمكننا نستعملوها حتى على البشره ديال الوجه ديالنا، فما نخافوش منها فهي امنه، وكنداوموا عليها دائما كذلك مده ديال 6 شهور. وهكا كنكونوا عطينا وصفه متكامله امنه للزياده في الوزن، والله يشافي الجميع. امين يا رب. حنايا دائما معكم مستمعاتنا. بالنسبه للاخوات اللي استعملوا بحال سناء الحلبه للوجه ديالهم وخرجت لهم هذه البقع، شنو ممكن يديروا دابا؟ اذا غادي يوقفوا الوصفه، وشنو ممكن يديروا؟ يبداو بعدا بزيت اللوز الحلو، يدهنوها مده ديال شهر البشره ديالهم حتى ترجع لينا ديك البشره مزيانه، ويديروا الوصفه ديال الخرقوم والعسل الحر. اذا اللي فيها معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، ثلاثه المعالق الكبار ديال العسل الحر، ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو اللي غيتخلطوا في حمام مريم، وكنديروهم ماسك مده ديال نص ساعه، وكنغسلوهم جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. تحيه لكل الاخوات اللي كيتفاعلوا معنا عبر الصفحه ديال الفيسبوك. ليلى منار كتقول لنا انها دابا عندها عطله ومسافره، ودات معها الراديو على قبلنا حيت ما تقدرش تبقى بلا ما تسمع لينا نهار كامل بلا بينا، ناقص وما عنده حتى قيمه. حنا كنبغيوك بزاف ليلى. وكتسولك دكتور عماد، واش تقدر دير زيت اللوز الحلو على زيت البابونج وزيت الكوك الا درتهم في حمام مريم البارح؟ ماشي مشكل، يعني صوباتهم خلطتهم البارح، واش تقدر تستعملهم من بعد؟ الزوج كيمشيو حتى 3 شهور ما عندناش مشكل، غير ما يقيسهمش الماء، ما يتخلطوش مع الماء وصافي. يعني الا تدفاو خصهم من بعد يبقاو في شي بلاصه بعيده على الماء. بعيده على الماء.